نسألك يا يا من من هو هو الله الله الذي الذي لا لا إله إله إلا إلا هو هو الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر المتكبر الخالق الخالق البارئ البارئ المصور المصور الغفار الغفار القهار. الحمد لله نحمده الله ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد ثابت له والكل قائم له به. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة فنصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سلك طريقه واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله تعالى إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتنا في الله تعالى، نستكمل معا قصة أمراء وعلماء. وقلنا أيها الأحبة في الله من قبل أنهما إذا صلحا صلح بهم الدنيا، وإذا فسدت بهم الدنيا. إذا صلح العالم والأمير السلطان الملك الرئيس صلح الناس. إن الله يزيع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن، إن الله يزيع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. والعلماء كذلك هم ملح البلد، ومن يصلح الملح إذا الملح فسد. هم نجوم في الأرض يهتدى بهم كالنجوم في السماء يهتدى بها. هم ورثة الأنبياء كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هؤلاء العلماء لم يرثوا ملكا ولا مالا، ولكن ورثوا العلم، ومن ورثه بحظ وافر شاء الله عز وجل أن يكون نجما في الأرض يهتدى به. العالم مثل العالم للعابد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل على أدناكم، أو كمثل القمر على سائر النجوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله تعالى، إن العلماء ورثوا أمانة، وهذه الأمانة ثقيلة، ليست أمانة قليلة. هذه الأمانة حملوها بعبء ثقيل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منها. هذا الميراث أيها الأحبة في الله تعالى، العلماء فيه ثلاث: إما عالم فاسد عفانا الله وإياه يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، وإما عالم مقتصد لا يريد أن يخرب على نفسه ولا على غيره،
دائما بقولوا ماشي في الظل، ماشي ورا الحيط، في ظل الحيط، لا ينفع ابيض ولا اسود. وعالم المجاهل قدم نفسه فداء لدينه وتضحية لدينه في سبيل إرضاء ربه سبحانه وتعالى. هذا هو السالك بالخيرات بإذن الله تعالى. أيها الأحبة في الله تعالى، قصتنا اليوم مع عالم وأمير، عالم من علماء التابعين اسمه سعيد بن جبير، عالم حافظ لكتاب الله، حافظ لسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، رجل فقيه في الدين، ليس فقط هكذا ولكن عامل بعلم ومجاهد، فوق هذا كله مجاهد، مجاهد جهاد العلماء، فهو جهاد الكلمة أعظم الجهاد، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر. فإن لم يكن العالم نفسه هو الذي يقول هذه الكلمة الحق عند ذلك السلطان الجائر، فمن يقول غيره؟ من يقول غير العالم هذه الكلمة إن لم يقولها العالم؟ إذا كان للناس رخصة أن لا يقول وأن يكتموا وأن يخافوا على حياتهم، فليس للعالم رخصة، ليس للعالم رخصة في الدين، فهو إمام يقتدى به. فإن رضخ العالم للرخصة فسد في الدنيا، يعني كل الناس حاخد الرخصة، لا رخصة حتى كان الشيخ فلان ما أرش الحق، كان قدامه ما أرش الحق، فهذا يعني يا رجل يا تعبان، أنا اللي حاول الحق. فلا بد أن يكون العلماء في المقدمة، هم هؤلاء الذين يدافعون عن الدين، وهم الذين حملوا هذه الأمان. سعيد بن جبير كان هكذا. أما الأمير فكان ظالما جبارا طاغيا، رغم أنه كان يطبق الإسلام والشريعة، اسمه يعرفه كل الناس، وكلما ذكر اسمه عرفه القاصي والداني الحجاج ابن يوسف الثقفي. سعيد لم يرضى أبدا الظلم، رغم سيف الحجاج الباكر الذي لم يرحم لا صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة ولا عالما ولا جاهلا، لقد صار سيفه يقطر دما من هذه الأمة، وكان دم غزارة. كان الحجاج إذا ذكر ارتعدت فرائص الناس، إذا ذكر اسم الحجاج فقط ارتعدت فرائصهم من اسمه، إنه مرعب، إنه قاتل بلا رحمة، لا في قلبه رحمة ولا يرحم ولا يعرف للكبير شيخوخته، ولا يقدر للكبير شيخوخته، ولا يقدر للمرأة أنوثتها، ولا يقدر للصغير صغره وضعفه، إنه يقتل بلا رحمة، إنه الحجاج. إذا ذكر الطغاة ذكر الحجاج. سعيد بن جبير عالم ماذا يضير، فلما رأى الحجاج أن سعيد يعارضه في حكمه وأفعاله وظلمه استدعى سعيد، وما أدراك ما استدعاء الحجاج. عارفين أنتم استدعاءات أمن الدولة عندنا في مصر وعندكم في سوريا وعندكم هنا وهنا في البلاد اللي هي تسير بالطغيان. أنا عاوز أقول حاجة، قبل ما أتكلم وقبل ما أنتقد يطلع واحد يقول لي أنت مالكش دعوة، هو اللي مالوش دعوة يخرج من هنا قبل ما يفتح تم، قبل ما يفتح بقه، لأن أنا عارف في ناس جاية تتحرض هنا، إن حصل مشكلة في مسجد الرحمة في الوسط، وراجل واحد قام سوري على اللفظ شخر للإمام، لأن الإمام بيتكلم عن الواقع اللي احنا عايشينه والظلم. هذه الجرأة لن نسمح بها، لن نسمح بهذه الجرأة في بيت الله. إذا كان لك نقدا ف
فبعد الصلاة لن يسمح لأحد كان من كان إنه يقول كلمة خارجة عن الأدب. هذه واحدة. الأمر الثاني، ناخدك على عيني وراسي. عاوز تنقد بأدب؟ إحنا بعد الصلاة تعالى يا شيخ أخطأت يا شيخ في كذا وكذا. أنا خدامك، هتحمل وأشوف إيه الخطأ اللي أنا أخطأ. أما واحد يطلع يقول يعني أن أنا أسد وعملت اللي ما عملوش حد ويرسل للناس إنه أسد، لا مش هيحصل. على فكرة هياخد جزاءه في وقته. ثانيا هيحرر ضده واحدة. اللي عاوز يجي يسمعنا، ما انت عارف ان شعبان بيتكلم في ايه والشيخ علي بيتكلم في ايه، جاي ليه؟ لما انت عارف ان هذا الرجل بيتكلم غلط ما تجيش يا اخي. اذا كان عندك ثقة ان الشيخ بيتكلم بصدق اديك بتيجي، تحملك قدمك الى هذا المسجد وتصلي وتسمع وترى ان في ذلك عبادة وقربة لله عز وجل. اما ان نتسامح في التجاوز على رموز الدين، مش شعبان لشعبان لشخص، لا، ان صار بقى خلاص ان مفيش واحد يجرؤ ان يفتح تمه قدام قسيس او رباك او واحد من بتوع اللي مسمين نفسهم اسياد بتوع الشيعة، ثم يتطاول على علمائنا ايا كان رايه، ايا كان رايه فلن نسمح له. هذه امر لازم نتكلم عنه. الحداد استدعى سعيد بن جبير، جاء سعيد فقال له الحداد: أأنت شقي بن كسير؟ قال: أمي أعلم باسمي حين سمتني، أنا سعيد بن جبير. قال: شقيت أنت وأمك؟ فطول وقاح. شقيت أنت وأمك؟ قال له سعيد: إنما يشقى من كان في النار. وهل أنت دخلت علم الله حتى تعرف أني شقي؟ فقال له الحجاج: سأحول دنياك إلى نار تلظى. قال له سعيد: لو أعلم أنك بيدك الأمر وأن تحول دنياي إلى شقاء ونار تلظى لاتخذتك إلها من دون الله، لاتخذتك إلها من دون الله، بل أنت لا تملك من أمر نفسك شيئا. قال: سأقتلك. قال: إن قتلتني ضيعت دنياي وخسرت دنياي وخسرت أنت آخرتك. إن قتلتني أنا خسرت دنياي ولكن أنت خسرت آخرتك. فاشتق غضبا: اقتلوه، اذبحوه. فقال سعيد: إذا قتلتموني فاجعلوا وجهي إلى القبلة ثم ضعوا السيف على عنقي. فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين. فقال الحجاج: حولوا وجهه عن القبلة حين تقتلوه. فقال سعيد: أينما تولوا فثم وجه الله. قال الحجاج: ضعوا رأسه في الأرض. اشتد غضب، لا يمين ولا شمال ولا شرق، ضعوا رأسه في الأرض. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: ما أسهل القرآن على لسانك. فضحك سعيد وابتسم. قال: ما يضحكك؟ قال: أضحك لجرأتك على الله وحلم الله بك.
لجرأتك على الله وحب الله بك. قال سأقتلك وأنكل بك وأجعلك عبرة. قال خذها مني يا حجاج. اللهم لا تجعله يقتل أحدا بعدي. دعوة لها معاني. الجبار يسيل دعاؤه دائما لسفك الدماء، دائما يحب الدماء. فما مكث بعدما قتل سعيد وصار الحداد 15 يوما لا يزب زواقا ولا ينام، لا يرى للنوم راحة ولا يعرف أن يغمض عينيه، وهاتفه يقول مالي ولسعيد بن جبالي، مالي ولسعيد بن جبالي. الجن طار عقل، ما أخذ لا يتكلم في شيء، لا في السياسة ولا في الحكم ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في المنام. مالي ولسعيد بن جبيل 15 يوما حتى جن وعصم. قال له قبل أن يقتله ما رأيك فيه؟ قال رأيي فيك أنك ظالم تلقى الله بدماء المسلمين. ظالم، ظالم تلقى الله بدماء المسلمين. يا ظلمة، يا من أحرقتم قلوب اليتامى وقلوب الأرامل وقلوب الأمهات بقتل أبنائهم وحرقهم، يا ظلمة أين تذهبون إلى الله؟ أين تذهبون إلى الله أيها الظلمة؟ 70 شهر 11 يوم 18 حدث انقلاب في سوريا، سماه صاحبه الأسد ثور التصحيح على الأكاس، وعين الطرطور بتاعه رئيس للجمهورية لمدة سنة، كان اسمه أحمد الخطيب، وأخذ يزك بالمخابرات والناس ليستدعوه ليكون رئيسا، فبكث في الحكم 40 حتى نفق، وجاء ورس الأمر للمعتوه ابنه. 40 سنة دم تسيل من أمراء وحكام ورؤساء، 40 سنة المعتقلات، عدد المعتقلات في كل بلد عندنا أكثر من عدد المصانع، عدد الذين يقتلون بالتعذيب أكثر من عدد الذين يقتلون بالحوادث. أخذ هذه النسخة عنه واحد عندنا اسمه السيسي، نفس الطريق، عزل الرئيس المنتخب وأتى برئيس طرطور اسمه عدلي منصور، وعمال الآن يحشد على إن نكون رئيس جمهورية، وبالإذاعة عمال تطبل وتزمر أهل العهد. لما تيجي امرأة ممثلة تسمعوا عنها اسمها إلهام ياسين تقول أنا هعلم الإخوان الدين، ده أنا أمي إلهام زفت، أنا بتقول أمي حج كانت بتحج في السنة 4 مرات ما شاء الله، ما شاء الله على الدين اللي هنتعلمه من المعتدلين وأمثالها. هم دول اللي هناخد منهم الدين يا شيخ العسكر؟ ما فيش فتوى سمعناها؟ حد سمع من ساعة ما تولى شيخ الأزهر فتوى؟
أنا ما سمعت. أنا رجل تبع الأزهر على فكرة، وعلى قوة الأزهر إلى اليوم. أنا ما سمعتش منه فتوى ولا محاضرة في حياته ألقاه في الدين. ده راجل كان في باريس معاه كلية تجارة وخد كورس في الدين ماجستير ثم دكتوراه، ثم رجع لبس العمة قلت كل أنا لبسها دي أول مرة في حياته يلبسها يوم ما رجع شيخ أزعم. في حياته ملبسها. وكان في أمانة الحزب الوطني بتاع الوثني بتاع المخلوع. وأخذ يصفق له والخروج على مبارك حرام. أما الثورة على مرسي حلال. أما تأييد السيسي حلال. دول علماء. دول علماء يتقال على المنطقة. جمعة لأباح 6000 قتيل في رابعة العدوية. رابعة العدوية. رمز الصمود والنصر. 6000 يقول لقيادات الجيش والشرطة بعد اللعبة بتاع امبارح اللي سمعتوها المسرحية بقتل وزير الداخلية. اللي حصل تفجير، تفجيره ما اتقتلش، تفجير والبدلة كاملة ما شاء الله ما فيهاش حتى يعني حتة غبار، غبار. طب شعر ياته المسبسبين يعني ما تلاحظوش انه طلع يجري. ده مش سرح تسريحة يعني حلوة يعني مرتبة يعني. ده منظر واحد كان في عربية متفجرة ولا حتى شمت ريحة الغاز اللي خارج من التفجير. ده بقول لك السواق بتاعه مصيب، يعني هو جاري السواق. لسه التمثيليات حقيقته على فكرة. كله عشان يلصق بالإسلاميين. الإسلاميين اللي فقدوا 6000 ولسه حبيفقدوا كل يوم بيقولوا سلمية سلمية. ورئيسهم المرشد بيقول سلمياتنا أقوى من الرصاص. ومع ذلك راحوا بيتخابر مرسي مع دولة حماس. بقت حماس دولة. يتم تفجير الأنفاق لقمة العيش الرزق. اللي عايش فيها المحاصرين صرنا أسود من اليهود. حصار السيسي على غزة أقوى من حصار إسرائيل على غزة. أرزاق الناس التي يعيشون عليها هدمت خربت. في أي أمراء هؤلاء؟ أنا عنوان الخطبة علماء وأمراء. علماء الخير اللي ذكرناهم. حسن خالد ما كان ذنب حسن خالد. أنا عامل واحد لبناني يقول لي حسن خالد ده كان أي أربجة ولا ميتريوز ولا طبنجة كان بيحملها هذا الرجل بيقاتل بيها. لا شك إلا إنه عارف. حسن خالد مفتي لبنان كان عارف بس. رجل يخاف العلماء يخاف الطغاة يخافون من العلماء. العلماء اللي هم الناس الأفاضل اللي يعرفوا ربنا. ولذلك صار كل أمير أو رئيس يختار المنظومة للعلماء بعد تقريرات أمن الدولة. إنه يسمح يكون عالم ليه؟ أنت فاسد وحنجيب لك واحد أفسد منك يطبل لك زي حسون. قال حسون تاني هو العصفور الصغير. حسون بتاع بشار اللي كل ما يحصل حاجة يفتي فاتوى على حسب مزاج الحال. مفصلين فتاوى جاهزة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. تعرف الرهبان دي قصتهم ايه؟ علماء بني إسرائيل لما بدأوا ينتقلوا الأمراء والملوك، الملوك قالوا لهم لا تعالوا يا تمشوا معانا يا تتقتلوا. مجموعة قالت نمشي معانا ونطبل على المعاهد زي ما انتوا بدكم. ماذا يريد الحاكم والرئيس؟ نطبل خلفه. هذه مجموعة بيسموهم احنا علماء السلطان وعلماء السلطة اللي بترضى عنهم وبتغدق عليهم. يلا يا سوديس عاوز كم قصر؟ خد. ها يلا يا حسون عاوز كم قصر؟ خد. وحراسات. يلا يا قباني كم قصر؟ خد. وحراسات. يلا يا شيخ الأزعر كم قصر؟ خد. وحراسات. يلا يا علي يا جمعة كم قصر؟ خد. وحراسات.
وحراسات، رضيوا يعيشوا مع الملك والسلطان. هذه في الفئة الثانية قالت لا، لا نقبل إلا أن نقول الحق، فقتلوا. فئة ثالثة قالوا لنا سيبونا، حولوك على حل وسط من الرهبان، قالوا لهم سيبونا ننطلق في الصحراء، نبني لنا كهوف نعيش فيها، ولا لنا دعوة بيكم، ولا هنتكلم في السياسة، ولا لنا دعوة بالسياسة. السياسة خليها لكم، واحنا خلينا الدين. لما جه لورانس العرب في الجزيرة العربية قال لهم نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده، قال مرجعية دينية على آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومرجعية سياسية للحاكمين آل سعود ليوم القيامة. فصل الدين عن الدولة اللي هي الدولة العلمانية اللي احنا بنتكلم عليها. الإسلام ما فيش الحكاية دي. الإسلام ليس فيه دعبة لقيصر لقيصر وما لله لله. الرهبان عاشوا في الصحراء وفي الكهوف وصاروا في الكنائس والمعابد، ليس لهم علاقة بالسياسة، فسموها رهبانية. ربنا قال إيه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رهبانية أمة الجهاد. يا سلام، في المقابل على طول، عشان اوعى ايها العالم تزل وتتخذ مثل ما سار على هؤلاء. اسمع كمان آية عن العلماء والرهبان. يا ايها الذين امنوا، خلال الخطاب موجه للمؤمنين وعلماء الاسلام. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تحذير موجه من الرحمن في سورة التوبة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. يا علماء الأمة، يا وعاظ الأمة، يا أئمة الأمة، يا شيخ الأزهر، يا مفتي مصر، يا مفتي السعودية، يا مفتي الشام، يا أيها المفتون في الدول العربية والإسلامية، احذروا. لماذا يا رب؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى ليأكلون أموال الناس بالباطل. كيف يأكلونها بالباطل؟ هل ييطون بالمناصب التي توكل إليهم من قبل الرؤساء والحكام والملوك والسلاطين، فحينئذ يفتون بما يرغب به الحاكم أو السلطان على حساب الناس، فهذا أكل أموالهم وعقائدهم وأفكارهم. ثم يأخذ العالم ما يشاء من الأموال ومن الحرير ومن العيشة الهنية، ما يشاء الله عز وجل. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا ريت ياخذوا فلوس بس ما يصدوش عن سبيل الله. يبقوا غنايا. الشيخ الشرعي يقول لك أنا أحب أن يكون العالم غنيا حتى لا يزل في لقمة عيشه، ولكن لا يصد عن سبيل الله. لكن دول بياخد ماني، فلوس، مصاري، في مقابل يصد عن سبيل الله. ايه يصد عن سبيل الله؟ احنا ايه يصد؟ ما بكفروش حد. مو حد قال لك ان فيها حد عالم عندنا هيكفر حد؟ ما بكفرش، ما بيكبرش الناس كفور. هو بكفرهم، بيطلع ايمان ابوهم بالفتاوى بتاعته اللي ملهاش. لما اول ما مسك علي جمعه اول فتوى في عهد مبارك بيقول ايه؟ هل يجوز، راجل دوله مفتي دوله، هل يجوز الهل لبنس المراه للرجل الكبير يحرم الرضاعه او لا يحرم؟ يخرب بيت اهله. فلسطين ضيع، قدس ضيع، بلادنا محتله، رؤساؤنا جبارون وطغاة. ما تلاقيش في الفتاوى في الفقه الإسلامي اللي انت تسأل
الرجل الكبير يرضع من المرأة يحرم ولا ما يحرمش؟ حرمة عيشتك يا شيخ، حرمة عيشتك على أي أساس؟ وانت اسمع الفتوى الثالثة، الكلام ده مسجل على اليوتيوب والله ما أفتري على الرجل. أنا لا أحب، أنا ما بنشتمش حد، إحنا بنتكلم على اللي بيقولوه. أنا لا أحب أن أطعن في عالمي، أنا بتكلم على الأمور العلمية التي تقال. يقول ممكن الرجل يؤجل يكركر الأرجيلة، يكركر عارفين يكركر الأرجيلة عارفينها كله بعرفينها، ويشرب السيجار ويزني ويمشي على الماء فهو ولي. ما رأيكم؟ والله ما أفتري عليه، والله لا أشوه صورة هذا الرجل، ولكن أنا أقول لك أنت ببساطة على جمعة وفتوى الأرجيلة والولي الزاني، اطلع على اليوتيوب واسمعها انت، اسمعها انت. انا والله يعز علي ان يكون شيخا يقول هذا الكلام، رغم انه مش شيخ اخر، هو وشيخ الازهر مش مشايخ ولا تخرجوا من الازهر، البسوهم العمم. علي جمعه خريج كليه التجاره وانتسب الى الازهر 4 سنوات، انا عشان اخلص ازهر 22 سنه، 17 سنة من الابتدائي لغاية ما خلص الكلية، ثم الماجستير والدكتوراه صاروا 22 سنة 23 سنة. الراجل خدهم في 4 سنين بقى مفتي، والتاني خد الماجستير هناك في فرنسا ورجع شيخ الأزهر لأنه واخده في الدين، فلسفة الإسلامية، وما أدراك ما الفلسفة الإسلامية. وهؤلاء ولاة أمورنا وهؤلاء علماؤنا أيها الأحبة. واسلمي يا مسلم، واسلمي يا بأرض الإسلام، لكن له يا أرض المسلمين ويا بلاد المسلمين ويا أمة الإسلام، لنا الله. إن لم ينصلح علماؤنا فلا صلاح للأمة. أول شيء علماء، لا العسكرية ولا القوات المسلحة ولا الشرطة ولا غير العلماء، يصلحوا تصلح الأخلاق، تصلح الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولا أخلاق بغير دين، أخلاق بغير دين مفيش. تقول لي حنربي أخلاق؟ مفيش، لن تستطيع أن تربوا أحدا إلا بالأخلاق، وليس هناك أخلاق إلا بالدين. حبيبي الله يقول، حبيبي الله يقول هذا حلال. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، سمعنا الشيخ في المسجد يقول لك، هذه الأخلاق التي أنا أربي ابني وابنك وأولادي وأولادك عليها ثم يسمعون. أما هقول له فولتير قال كذا، الفيلسوف فولتير قال كذا، ها؟ أقول له مين يعني؟ كارل ماركس قال في كتابه المال كذا؟ أقول له لينين قال كذا؟ الثورة البلشفية؟ أقول له قال رسول الله محمد، أقول له سمع الأطاعة لديه، أقول له قال الله حبيبي في القرآن الكريم كذا حبيبي، هيسمع. سمعنا الخطبة اليوم في المسجد بيقول لنا الشيخ ده حلال وده حرام، فسر لنا الآية الفلانية، وضح لنا الفتوى الفلانية، سألنا الشيخ في الآية، سألنا الشيخ في الفتوى، قال لنا كذا الحلال والحرام. هيك بيسمع الأولاد، هيك بيتربى الأولاد. واحنا في مجتمع هنا لا نريد أوساخنا اللي احنا تركناها في بلادنا أن تنقل إلينا ها هنا، لا نريد ناس عاشوا الحرية هنا يريدون أن يعيشون على الظلم والذل هنا. بعد أن استنشقنا الحرية، بعد أن استنشقنا الحرية، نحن لا نرضى الضيق لا في بلادنا ولا هنا. أما يأتي واحد يقول قول وما تقولش، ده مش عندنا. اللي عاوز يجرب الحكاية دي يتفضل برا يروح يجرب في مسجد تاني، عندنا مش هيحصل إن شاء الله. اللي بيجينا نحرف نعرف أنهم ناس مؤدبين، أما الدخلاء فلا مجال لهم عندنا، فليتقوا الله في نفسهم وليتقوا الله في بيت الله عز وجل سبحانه وتعالى. ونحن حريصين على كلمة الحق وفداها رقابنا ودماؤنا، ده احنا مستعدين. وقلت لكم مرة قبل كده تعرضت للمتابعة، قلت للقاتل للمتابعة، ومع ذلك علمت الشرطة بذلك. احنا مستعدين لأي شيء، أي شيء في سبيل. احنا عارف انا برضي ربي،
وانا عارف ايه الطريق اللي انا ماشي فيه، وعارفين ايه الحق الذي نحن عليه. لا يضيرنا، والله لن يضيرنا ابدا اي شيء في سبيل الله عز وجل. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، ما لدنيا قد عملنا، نحن للدين الفداء. فليعد للدين مجده او ترق منا الدماء. اللهم اغفر ذنوبنا، تولى امرنا، واشرح صدورنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم انصر الحق وابطل الباطل. اللهم انصر الحق واهله، وازهق الباطل وجنده. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل شبر من ارضك يا رب العالمين. ثبت اقدامهم، انصرهم على اعدائهم. اللهم اربط على قلوبهم، وتقبل شهداءهم، واشف مرضاهم. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجيب. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، واقم الصلاه.